لو إنت طالب أو ولي أمره وبتعمل البحث فالفيديو ده يهمك، وفي نهاية الفيديو هقولك على حاجة مهمة جدا علشان بحثك ما يترفضش وتلاقي نفسك مضطر إنك تمتحن وإلا تعيد السنة يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم ودلوقتي هنبتدي يعني هنلاقي يعني معانا اسم الباراجراف فوق والترجمة بتاعته أو الفكرة بتاعته بالعربي وتحت خالص المصدر اللي جبنا منه المعلومة اسم الكتاب برقم الصفحة في حالة ان احنا نقلنا باراجراف زي ما هو في المفروض بكتب في نهاية البحث في المصادر بتاعتي المصدر زي ما احنا عاملينه تحت كده طبعا انا مش شرط ان انا ادور على اسم البحث بتاعي على باراجراف ليه بنفس الاسم يعني التكنولوجيا ما دور لهاش مثلا على اسم تكنولوجيا أنا يعني ممكن مواقع التواصل الاجتماعي اللي قدامنا دي استفيد بيها في باراجراف التكنولوجيا في الاثار بقى السلبيه للتكنولوجيا او الاثار الايجابيه فما بن... على نفس الاسم اكيد هلاقي نفس الاسم يعني هلاقي حاجه للتكنولوجيا زي ما هي او البيئه لكن في نفس الوقت انا ممكن الاقي بروجرافات تانية تخدم الفكره بتاعتي وبعد شويه كمان هقول لكم على حاجه تانية مهمه جدا جدا هتفيدنا كمان مع الباراجرافات دي طبعا الباراجراف انا ممكن اصيغه بطريقتي كمان يعني اكتبه بالشكل اللي يخدم الفكره بتاعتي في البحث وممكن اجمع المعلومه من اكتر من بروجراف وللعلم الباراجرافات دي هتفيدنا السنين الجايه كلها مش السنه دي بس بالنسبه للبحث ودي طبعا الكلمات بتاعتنا في حاله ان انا حبيت اصيغ انا بقى الجزء الانجليش في البحث او الباراجراف بطريقتي وابني الجمل او اكون الجمل بالطريقه بتاعتي فالكلمات دي هتفيدني جدا في تكوين الجمل في بالشكل اللي يخدم فكره البحث بتاعي ودي طبعا بعض الخطوات اللي هتساعدنا في تكوين الجمل اللي عنده مشكله انه يكون جمله بشكل سليم وبعلامات ترقيم سليمه لان علامات الترقيم من احد شروط قبول البحث فالخطوات دي هتساعدنا جدا وده طبعا كمان باراجراف عن الماء ده هنلاقي المصدر بتاعه في فيديو اولى اعدادي وده كمان هيفيد مجموعة الابتدائي لان الحاجه اللي انا حبيت اقولها لكم اللي قلت لكم لكم بعد شويه هي ان الابتدائي ممكن ما يستفدش كمان بالفيديوهات بتاعته لا يستفيد بفيديو الاعدادي يعني يدخل في فيديوهات الاعدادي هيلاقي باراجرافات كتيره هتفيد الافكار بتاعته في البحث بتاع الابتدائي زي الطاقه والماء والسياحه الى اخره ونفس الكلام الاعدادي ممكن يستفيد بستة ابتدائي فيديو ستة ابتدائي هيلاقي برضو مواضيع زي تاريخ الكمبيوتر وتاريخ التلفزيون ممكن يفيد الفكره بتاعته في بحث التكنولوجيا فانا مش شرط ان انا ادور في الفيديو بتاعي بس لا انا هلاقي حاجات في السنين الثانيه طبعا روابط الفيديوهات دي كلها هتلاقوها في الوصف او الديسكريبشن يعني اضغط على عنوان الفيديو هيظهر لك كل روابط الفيديوهات دي بحيث تقدر تدخلها بسهوله وتشوف منها الموضوع تشوف بقى كل كل المواضيع اللي فيها اللي ممكن تساعدك في موضوع البحث بتاعك طبعا لو عجبك حاجه في الفيديو توقف الفيديو او ان انت ترجع تاني تشوفها مره تانية والباراجرافات دي كلها هسيبها لكم في رابط تقدروا تحملوها ان شاء الله تحت الفيديو برضو وفي نهاية الفيديو الحاجة المهمة اللي قلت لك هقول لك عليها علشان البحث بتاعك ما يترفضش وتضطر وتلاقي نفسك لازم تمتحن وإلا تعيد السنة هي ما تخليش حد يستغلك أو يضحك عليك ويقنعك إن البحث صعب وإنك مش هتعرف تعمله لوحدك وتضطر إنك تروح لأي حد مهما كان سايبر أو أيا كان الحد اللي أنت رايح له وتخليه يعملك البحث لأنه زي ما هيعمله ليك هيعمله لغيرك ومش هيغير إلا كلمات بسيطة ما بين كل بحث والتاني ودلوقتي بقى فيه تولز على السيستم عموما تقدر تعرف الابحاث المتطابقه وتحسب عدد الكلمات المترادفه بين كل بحث والتاني فليه تحط نفسك في موقف زي ده وتتفاجئ تلاقي بحثك اترفض والابحاث اللي اتعملت كلها اترفضت في ان الموضوع سهل جدا وتضطر بعد كده تلاقي نفسك لازم تمتحن عشان تنجح وتخش في دوامه كبيره فالموضوع سهل لو انت لسه مش عارف ازاي تعمل البحث او مستغرب الموضوع في فيديوهين نزلتهم قبل كده شرحت فيهم شرح مطول ومبسط لكل تفاصيل البحث أي حد مهما كان لو سمعه مش هيلاقي أي حاجة صعبة بعدها في عمل البحث هتلاقي الفيديوهين في الرابط في وصف الفيديو يضغط على عنوان الفيديو هيظهر الديسكريبشن أو الوصف تقدر تشوف الفيديوهين ولو في أي حاجة صعبة تقدر تبعتلي لي رسالة الصفحة أو تسيبلي لي تعليق بيها وأنا هساعدك على طول ما تنساش تشترك في قناتنا وتعمل إعجاب للصفحة وبالتوفيق ليكم سلام عليكم